اهلا بكم متابعين فاستفير، رجعنا لكم في لقاء جديد. اليوم غندويو على واحد الوضعيه كارثيه اللي كتعيشها مؤسسه تعليميه اللي جات في حي من ارقى الاحياء ديال المدينه تأدى البيضاء العاصمه الاقتصاديه اللي هو حي المعارف. مؤسسه سيباوي هي مؤسسه تعليميه عموميه اللي المحيط ديالها تكاد تجزم ان لا علاقه له لب ما فيهش بيئه سليمه. المحيط كامل كيشكل خطر على التلاميذ اولا، وما كيخليش ان التلميذ يقبل على المؤسسه وهو مرتاح. فهاد الشيء اللي غياكدوا لنا وغيوصف لنا الحاله اللي تكاد توصف بالكارثيه، غنسمعوا الصوره ديال هاد المؤسسه هذه والحاله على لسان ديال سي هشام جرير بصفته رئيس جمعيه اسهام بدرب غلف، اللي غيوضح لنا الحاله اللي كتعيشها هاد المؤسسه. اهلا بك سي هشام. اهلا وسهلا، شكرا على الاستضافه، شكرا على اهتمام اذاعه انفاس اللي تعرفوا حتى هي يعني مكون مكونات ديال الحي، يعني تتواجد منطقة المعارف، واهتمام كبير السيد الرئيس سي أريري بالدار البيضاء بشكل عام وبالهموم ديال البيضاويات والبيضاويين. فعلا هاد الإعدادية سيباوي تتواجد بمقاطعة المعارف بشارع ستوندال، يعني كان لي الشرف ان احنا اول دفعه قرينا بهذه المؤسسه، وكان عندنا جات الوقت باش وليت رئيس جمعيه الاباء واحد الفتره. كما قلت الاخت الكريمه، هو يعني بغيناك توصف لنا الحاله اللي كاين. الوصف عطيتي كارثي، انا غنقول لك اكثر من كارثي. ما يمكنش حنا في 2023 في المعارف مدينه الدار البيضاء الذكيه بين قوسين تلقاو بان المدخل او الولوج للمؤسسه، قبل التلميذ ولوج للمؤسسه، اول مره غيجي التلميذ هذه المؤسسه غيلقى فيها واحد 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 المصيبه، هو البنيه التحتيه يعني ديال المؤسسة كلها مهترئة، جليج يعني مهرس، هذاك الجليج مهرس يخلق واحد المشكل. ربما قدر الاطفال كما تعرفي الطفل تبغى الطفل قدر تكون بعض المشدات ولا هذه يقدروا يستعملوا ذاك الحجر كسلاح، تراشقوا بعضياتهم، لان كانت حوادث كثيره في هذا الباب هذا. السيد المدير مشكور راسل المجلس السابق وراسل المجلس الحالي، للاسف هاد المجال هاد الرؤساء ولا هاد النواب هادو كلهم يقطنون بهاد المقاطعه، وتمروا على هاد المؤسسه هذه وتشوفوا ديك الحاله كارثيه اللي تيولجوا لها التلامذ مرفوقين بالاولياء الامور ديالهم. لكن اللي غيحرك هاد الملف هذا على الاقل يصوبوا غاديك الجليج، علما بان السيرفيس ديجيان عنده واحد المصلحه فيها الجليج، ان تنمشيو نشوفوا داك الشيء بعينا، الجليج غير محطوط. تمنى الله يديروا هاد الصدقه جاريه ويحاولوا يعني لنا الوقع ديال المحيط يوقع على التلميذ تيخليه يحب المدرسه اكثر. ما بالك التلميذ اول مره غيوجد المدرسه تيبان ليه هذا الكارثي، يعني ها هو دافونس قبل تيبان ليه انه تياخذوا واحد الصوره بان هذه المؤسسه راها. اما ملي ندخلوا للولوج الاخر كاين عالم اخر عاوتاني نتكلموا عليه، ولكن للاسف نتمنى على الله باش تكون التفاته لهذه المؤسسه هذه. وانتم كنتي رئيس جمعيه الاباء صحيح. في المؤسسه صحيح. فواش خديتوا مبادره ودويتوا مع المسؤولين وقربتوهم من هذا المشكل اللي مطروح؟ صحيح، قربناهم بعده وسائل، بعده يعني حاجه مكتوبه اني كاتبهم، وانا شخصيا مشيت بضعت الطلب ديال باسم السيد المدير بشراكة مع جمعية الآباء، حطوه في بيرو دورد عند المقاطعة، يعني احتجينا واستنكرنا هذا الوضع هذا على صفحات التواصل الاجتماعي الفيسبوك، ولكن لا حياة لمن تنادي. ما عرفناش هذه المؤسسة يعني واش يقلبوا عليها باش التلاميذ يعني 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 يخرجوا من هذه المؤسسة. ربما كنا فاهمين واش المؤسسة تابعة للمدير الإقليمية ديال أنفاق، تنشوفوا المدير الإقليمية أنفاق كاين تحركات في يعني كاين أنشطة كاين هذه، ولكن هذه المؤسسة واش تابعة للإضافة؟ حتى فاطمة وعزيز عندها نفس المشكل، دابا لقينا الناس اتصلوا بنا بأن فاطمة وعزيز حتى هي نفس الوضعية، يعني دابا عندنا جوج مؤسسات المعارف تنشوفوا هذه المدير الإقليمية واش تتمنى تكون محامية على وليداتنا. ولمن كتحملوا مسؤولية هذا الوضع؟ والمسؤولية غنحملها السيد وزير التعليم أولاً،
لانه يدنت من الله باش يوصل هذه الرساله التعليميه، لان باش يكون داكشي بارياشي المدير الاكاديميه والمدير الاقليميه ديال الانفا استاذه بشرى تنعرفوا التحركات ديالها، تنعرفوا باغا الخير لهاد الوليدات، ولكن تيبان لنا في هذه المؤسسه ما كاين حتى شي لحيه اللي متنادي. هذه المؤسسه مستنيه من مقاطعه انفا، من المدير ديال انفا لم يحيط المحيط المؤسسه، لم يحيط جوده التعليم والتعلم، كاين شي الحوايج. نتمنى على الله السيد الوزير يصيفط واحد التفتيشيه خاصه، يعرفوا المشاكل في هذه المؤسسه. وليداتنا رضيعين في هذه المؤسسه هذه، تلاميذ لا يجدون الكلام باللغه الفرنسيه، عندهم مشاكل كثيره لحيت المتنادي، لاغلبيتنا تيفكروا باش يخرجوا وليداتهم من هذه المؤسسه. ما عرفناش واش كاين شي لوبي عقاري باغيين يخرجوا وليداتنا ولا من هذه المؤسسه هذه باش يطلعوا شي موبلات، عاوتاني تعرف شنو كاين هنا، شي ولا تيخلع. ما كاينش مؤسسه 2023 قدام التراب وقدام الحجر مارس، راه لا يعقل هادشي. وسبق لك إشارة قلت لي بأن هذا ماشي هو المشكل الوحيد اللي كان كي مطروح في هذه المؤسسة، وإنما كان حتى الباعة المتجولين والترويج مجموعة من الأمور اللي تشكل خطر على طبيعة الحال. من لم يشكر الناس لا يشكر الله. الشكر الجزيل لسيد قائد مقاطعة ملحقة الإدارية 11 للوحة لعدل التحق، فعلا كان تجاوب واحد السرعة كافية، لأن كان سرعة يعني فائقة، كان حررنا الملك، هذاك الملك الواجهه هذه المؤسسه اللي كانت عرف الباعه، وكان الباعه يعني الفراشه بالكوب بالدريجه، وكان الناس يتناولوا الخمور، وكانت عده تدخلات الامنيه. للاسف ما كانش اعتقالات لان تبقى داك الشيء غير سمعتوا، ولكن السيد رئيس المقاطعه السيد محسن تنشكره من هذا المنبر هذا، فعلا قام بواحد المجهود وحررنا هذاك الملك العمومي. دابا تنتسنى الدور ديال تبليط هذاك الواجهه ديال المؤسسه، لان الواجهه تتوقع وقع على التلميذ، لان تيجي يحب المدرسه. يعني الوجه ديما حنا في المغاربه تيقول لك الدار تتبان من الوجه ديالها، الا كانت المؤسسه ممتلئه عرف بان راه غادي تكون الداخل بير. وي. وبالنسبه لاقتراحاتكم كمسؤولين في يعني على وليدات تيقراو في نفس المؤسسه، فشنو كتقترحوا كحلول؟ وكحلول اولا كمناشده، الحلول عباره على مناشده، لان جل هاد المسؤولين هادو قراو دازو من التعليم العمومي وعندهم وليدات. دابا ما تنظنش بان يقبلوا على وليداتهم يقراو بهذه المؤسسه بهذه الحاله الكارثيه والحاله المشمئزه وحاله اقصائيه بجميع تجلياتها. نتمنى بالنسبه للوزير للتعليم والرياضه يعني يوجه يعني يوجه السيد مدير الاكاديميه ووجه المدير الاقليميه، لان مدير الاقليميه كما تعرف الغالبيه ديال ساكنه المعارف دات واحد البروتوكول مع مقاطعه المعارف، استبشرنا خيرا لهذا البروتوكول ولكن التفعيل ديالو ما كاينش. تمنوا الله المدير الاقليميه يعني تلتفت، لان هي المحامي ديال وليداتنا، تحاول دير مجهود اكبر من هذا باش هاد الواجهه هذه يعني تكون في واحد الحله مزيانه وحله علما بان السلطه المحليه تفاعلت معنا يعني تحرير هذا الملك العمومي. دابا بقى الخدمه دابا على الـ على الـ على المنتخبين في شخص النائبه العمده السيده العمده نبيله الرميلي، السي مرشيد عبد الصادق في يعني ود الحي ود المعارف، يعني حتى هو خصو يعني ما يكونش انتقائيه في يعني في التجهيز وفي يعني المعارف، ويستني درب غلاف وحي البطحه، انا ما غاديش نقبلوه. ولا يدير شي حاجه غيدير لوجه الله، علما بانه هما تيتخلصوا على هذا الشيء وحنا صوتوا لهم على قبل هذا الشيء، نتمنى على الله. والغريب في الامر ربما باش ما تفوتنيش سميتو، لان في رمضان بعض المحسنين تي يعني يتسابقون باش يديروا واحد الخزانه تما يصلوا في التراويح. السنه الفارطه الفنه الفارطه فعلا كان داروا واحد الخزانه وداروا فوق هاد التراب وهاد الحجر وداك الشيء. وانا فعلا مشيت عند واحد المحسن من الحي، قلت له زعما كاين كحباده يعني درتوا هاد الاجر تكملوا معكم هاد الاجر هذا، علما بان رئيس المقاطعه السيد المدير رئيس المجلس السابق في شخص سي حيكر عبد الصمد، وجاو صلاو تمايا وتيشوفوا هاد الشيء. بغيت نعرف واش هاد الناس ما عندهمش شي ضمير، ما عندهمش شي حاجه يقول نديروها في سبيل الله، يصوبوا الولوج المؤسسه بهذ الوليدات. هذا وليدات الشعب، هذو دراوش، ما يمكنش نقصيو هذ الوليدات. وهذا حق، هذا حق ديالهم. ونتمنى على الله خير، انا نناشد لكم لوجه الله باش يتدخلوا يصوبوا هادشي. دابا حنا تنطلبوا العار لما صوبوا لنا هادشي، واخا هو الواجب ديالهم حنا تنطلبوا. الله يجزيكم بخير الا ما حاولوا. كيف السلطه المحليه تتجاوب معنا، وانتم كمنتخبون وكمديريه اقليميه تتخلصي على هادشي،
ما يمكنش تخلي مؤسسة، هذا راه وصمة عار على الوزارة التربية والرياضة، وصمة عار بأن مؤسسة في المعرفة عباد الله، في المعرفة اللي عنده اللي تخرجوا منه حي راقي وتخرجوا منه فلاسفة ومفكرين ومؤسسة تعليمية، تبان لا تخسرت واحد الأموال طائلة على داخل المؤسسة من حيث التيران ومن حيث هذه، ولكن الواجهة ما يمكنش ندخل عند واحد الناس وانت دارهم ريبة من برا كيفاش تشوف الداخل، يعني ديما تتبلوكا، وهذا بلوكاج ديال التلميذ ما بالوكا على التعليم والتعلم في هذه المؤسسة هذه، راه كارثي بجميع التجليات ديالها. فنتمنى ان صوتكم ورسالتكم توصل للمسؤولين والجهات المعنيه وعلى راسهم وزير التربيه والتعليم ان شاء الله الرحمن الرحيم. فوصلنا لنهايه لقائنا اليوم مشاهدينا، على امل ان نتلقاكم في لقاء جديد مع موضوع جديد وضيف جديد. السلام عليكم.